السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتي اخواتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. تحيه كبيره لكم من عند اخوكم يونس من بحا. ان شاء الله اليوم فيديو جديد راح نتكلموا فيه على افضل خمس حاجات هنا في امريكا، ولا خمس حاجات ايجابيه هنا في امريكا. كنا تكلمنا في الفيديو السابق على خمس حاجات سلبيه هنا في امريكا اللي تخليك يعني تاخذ ولا تعيد حساباتك باش تجي هنا امريكا وتاخذ كل حاجه بعين الاعتبار. فكاين بزاف قالوا لي يعني امريكا سلبيه. لا خاوتي، فيها السلبيات وايضا فيها الايجابيات. تكلمنا على السلبيات واليوم حنتكلموا على خمس حاجات ايجابيه يخلوك انك تسافر لامريكا وتهاجر لامريكا. فما نطولش عليكم خاوتي، ابقوا معايا في هذا الفيديو. وما تنساوش تهبطوا ديريكتومون جيم كومونتير، وما تنساوش تفعلوا الجرس اذا كنتم مشتركين، واذا ما كنتوش مشتركين اشتركوا خاوتي، هكذا باش نتشعوا هذه السلسله تاع توب 5 ونروحوا الى حاجات اخرى ان شاء الله. ف السلام عليكم. نبداو نرتبو فيهم من الخامسة إلى الأولى، كل هذوما النقاط الإيجابية. النقطة الإيجابية رقم خمسة هي أنه الفرص متاحة في أمريكا. شنو معناها فرص متاحة في أمريكا؟ كاين اللي الإنسان ما يفهمش هذه الكلمة تاع الفرص متاحة في أمريكا. الفرص متاحة في أمريكا يعني الإنسان يقدر يرجع إلى حلم الطفولة. إذا كان في حلمك يعني أنك تولي يعني ممكن لاعب كرة قدم وتشوف روحك ممكن بالجزائر ولا المغرب ولا تونس، تشوف روحك بلي راك متأخر، هنا تقدر تعاود تلوبروني وتعاود تولي لاعب كرة قدم، تروح تسجل دير عادي. تحوس على كاش خدمة حتصيب بزاف فرص تاع خدمة. حاب تولي هنايا طيار في أي سن، تروح تدرس إلا ما تروح المدرسة تاع طيار تخلصهم تدرس تولي طيار، وإن شاء الله تولي طيار. يعني أي حاجة راك حابها متواجدة. الفرص تاع العمل ما عجبكش عمل تقدر تغيره في يوم وليلة، يعني في يوم وليلة تقدر تغير الشغل تاعك. هذه نقطة يعني إيجابية، والفرص متاحة في يعني لساعة اليوم. الحاجة الإيجابية الثانية خاوتي، كما على بالكم أمريكا يعني قارة ماشي بلد، أمريكا كبيرة بزاف يعني في المساحة الجغرافية تاعها، ولهذا فيها عدة مناخات، عدة يعني هنا ممكن تلقى السخانة، هنا تلقى البرد، هنا تصيب يعني الجو معتدل. يعني هذا الشيء شباب بزاف، وهذه الحاجة تخليك أنك أنت تختار الولاية اللي تسكن فيها وتختار المناخ اللي تحبه. فمثلا خاوتي، الناس اللي تحب تسكن في المناطق اللي فيها شويه جو حار ممكن تسافر الى فلوريدا ولا الاماكن اللي قرب فلوريدا، فهما تقريبا يعني عام كله ساخن. الناس اللي تحب يعني طابه يعني التنوع في المناخ ممكن تروح للشرق مثل فيلادلفيا نيوجيرسي، فيها البرد سخانه الجو معتدل الربيع الخالي، فيها كل هذه الفصول. فانت انك هذه نقاط القوه هنا في امريكا، انك تقدر تختار المدينه، واذا ما عجبتكش يعني تقدر تغير بسهوله. اكيد ماكش حتقدر تغير يعني كل اسبوع ولا كل شهر، ولكن انك تقدر تغير اذا كان عندك مشكل في المدينه ولا في الولايه، فهذا يعني نقطة قوة بالنسبة لك. الحاجة الإيجابية خاوتي الثالثة اللي حنتكلم عليها هي أنه تبادل الثقافات كبير وواسع هنا في أمريكا. يعني أي شخص يقدر هنا يعني أنه يتعلم ثقافات جديدة، ثقافة الإسبان الأمريكيين، ثقافة الأوروبيين، ثقافة يعني اللاتينيين، أي ثقافة ممكن أنك راح تندمج معها، غير أنه تتلقى بالثقافات العربية الأخرى. يعني إحنا وفلسطينيين ولا مصريين ولا يعني ثقافات يعني شوية متشابهة ولكن فيها اختلافات بين هذا الشعب وهذا الشعب. فإن شاء الله يعني لما تحتك بهذوما الناس ممكن في المساجد، ممكن في المطاعم، في الشغل، في حاجات كيما هكذا، فراح تكتسب منهم ثقافات اخرى، راح تكتشف يعني حاجات اخرى. فهذه يعني نقطة قوة متواجدة هنايا في امريكا، وهي تنوع الثقافات. نروحوا خوتي الى الحاجة الايجابية الرابعة واللي انا مصنفها الثانية. هذه حاجة يعني شابة بزاف، اللي هي المساواة والعدل الموجودة هنا في امريكا. يعني كاين عدل وكاين مساواة بشكل كبير، ما نقولوش بنسبة 100%، يعني انه لا يوجد مكان في العالم فيه العدل بنسبة 100%، فيعني كلها منطقة وفيها يعني نقص، ولكن الحمد لله يعني تقريبا فيها حاجات كبيره. فمثلا انه تكلمنا في الفيديو السابق، اللي ما شافوش يرجع يشوفوا تاع الخمس حاجات السلبيه، قلت لكم حنقول لكم على حاجه يعني ممكن تقلبها من سلبيه الى ايجابيه، اللي هي العنصريه. فلو طحت هنا في اماكن تاع عنصريه اللي هي تعد نقطه ضعف من هنايا يعني نقاط ضعف تاع امريكا ولا حاجه سلبيه، فلا تقدر انك تردها بنقطه قوه، انك لما
تشتكي ولا لما انك تبحث على حقك، لانه واحد اعتدى عليك ولا قال عليك حاجات عنصريه ولا كلمات عنصريه، فهنا راك راح تجيب حقك وتطلب تعويض، تطلب اشياء كيما هذه. فهنا يعني انا حولناها من نقطه ضعف الى نقطه قوه، وهذه يعني نقطه ايجابيه هنا بزاف في امريكا، اللي هي العدل والمساواه. والحاجه اخوتي اللي نرشحها ولا نحطها في المركز الاول من ايجابيات امريكا هي الاستقرار. فهموني مليح خوتي في هذه الكلمه واش معناتها استقرار. فلما شخص هنا يجي لامريكا انه يصيب المكان اللي هو يعجبه اللي يرتاح فيه، يعني منطقه ولا الولايه، يصيب الشغل اللي يرتاح فيها، فيحس نفسه يعني مستقر بنسبه 1000%. فيعني لو انه يخرج من هذاك اللي يحس نفسه انه يعني تقريبا راهو عايش 100 ولا 200 سنه في هذا البلد، يعني مش جديد. فيعني تقدر تندمج بسرعه، تقدر انك تكتسب بزاف يعني ثقافات وحاجات كلها اللي تكلمنا عليها في مده قصيره، وتحس روحك انك يعني تارك مستقر هنا منذ زمن طويل. فلما تروح يعني غير نزهة ولا يعني رحلة لبلادك، تحس انك غريب في بلادك، وهنا تحس روحك انك تنتمي لهذا الوطن. فهذه حاجة يعني تاع الاندماج ولا الاستقرار، فحاجة بزاف بوزيتيف هنا في امريكا، حاجة بزاف ايجابية. فاي واحد يجي في عامه الاول ممكن يكون تذبذب، ولكن بعد عام الاول يحس نفسه انه مستقر، ويحس نفسه انه هذه هي البلد اللي زعما اللي يقدر ينجح فيها، وهذه هي البلد اللي يقدر يندمج فيها. فهمتوا وفهمها. دونك هذه هي خاوتي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذو خمس حاجات الايجابيه هنا في امريكا. مازالوا بزاف دي فيديو راهم جايين في هذا المنوال، فما عليكم انتم غير تشجعونا وتدعمونا بالبارطاج وتابوني في القناه هكذا باش يجوكم من جديد كامل. فبقى غير نقول لكم تهلاو في روحكم خاوتي، نتلاقاو في الفيديو القادم. سلام.